انا هقول شويه اجراءات كده ممكن تساعدنا على ان احنا ما نستعجلش ونعمل ايه ويبقى نفسنا نفس منور. اول حاجه لازم تكون صاحب امل على الدوام، لان الحياه كلها بيد الله سبحانه وتعالى. اليس الله بكاف عبده؟ لازم يكون عندك ورد يثير في قلبك الامل، زي ان انت تقول لمولاك سبحانه وتعالى: يا سندي ويا سعدي انت وحدك مددي، يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي. ردة الأذكار اللي بتذكرك بمعية الله على الدوام. تاني حاجة، ابدأ كل يوم بعزم على أنك أنت تغير ولو حاجة بسيطة في حياتك. إيه اللي حاصل؟ تغير قطيعة كانت بينك وبين الله وبينك وبين الناس، تغير قطيعة الرحم، تغير قطيعة لأهل بيتك. اللي محتاج يتعلم علمه، واللي محتاج للأمان أمنه. فده يعود على نفسك بالنفس المنور. لا تترك الخلوة مع الله وتقول: يا سيدي، حاول تكلم مولاك وما تتركش الخلوة مع مولاك. قول لسيدك سبحانه وتعالى وانت بتكلمه في هذه الخلوة: يا سيدي، أعلم أن الحياة بيدك وأنا بيدك، فإن كنت لا أرى فاجعلني كأني أرى عندما أرى مددك ونورك يهديني السبيل. لما تعمل ده وتكرر ده، ويبقى عندك في خلوتك انك تقول لله سبحانه وتعالى: اللهم اني اعلم انك رب الناس، وانك تملك الاحداث، وانك لا يخرج نفس من الانفاس الا بما تريده لنا، فاللهم اجعلني من اهل البصيره، وانقذني من الالتباس، واجعلني من اهل الثبات قبل الممات، واجعلني من اهل الحياه الذين يرون نعمتك ويرون ما ينزل علينا من الألطاف والهبات. يا ربنا، نسألك على الدوام الثبات، ونسألك أن تجعل النور يسقي قلوبنا ولا يتوقف قلبي عن الثمار والإنبات. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين.